أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن ثقة مصر وترحيبها بالرئاسة الروسية الحالية لتجمع بريكس، والتي ستعطي دفعة قوية له للعب دور حيوي على الصعيدين الدولي والإقليمي، مبديا تقديره التام لتنظيم البرلمان الروسي لعمل المنتدى البرلماني العاشر لتجمع بريكس. وخلال لقائه برئيس مجلس الدوما الروسي فولودين على هامش المشاركة في أعمال المنتدى البرلماني في روسيا، أكد جبالي على حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على كافة الأصعدة، ومثمنا علاقة الشراكة والصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتي تنعكس على العديد من مشروعات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة للطاقة النووية وغيرها من المشروعات الواعدة.